راح بحضور أكتر من 90,000 مشجع في مدرجات استاد القاهرة بيشجعوا منتخب مصر بكل قلب. منتخب زيمبابوي بيعيش أفضل فتراته، معاهم حارس ليفربول العملاق بروس جروبيلر والنجم الخطير بيتر نودولفو ومدربهم الألماني فابيتش، وما كانوش عايزين من المباراة غير نقطة التعادل وبس. وعلى غير المتوقع استقبلنا هدف في الدقايق الأولى عن طريق إيجان تساو من تمريرة بيتر نودولفو، وكانت الأمور هتنقلب تماما بعد ما انفرد نفس اللاعب بحارس مرمى منتخب مصر أحمد شوبير اللي أنقذ مرماه ببراعة من هدف محقق ارتد بضربة جزاء لمصر صنعها إسماعيل يوسف وسجلها أشرف قاسم. بعد هدف التعادل ده وقبل نهاية الشوط الأول ومن تمريرة سحرية من أحمد الكاس، أطلق حسام حسن صاروخ في مرمى جروبيلر معلنا عن تقدم مصر على زيمبابوي 2-1 واقتراب الفراعنة من حجز تأشيرة التأهل للمرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال. مع مرور الدقائق الأولى ألقى واحد من الجماهير طوبة اتقال وقتها إنها أصابت رأس مدرب زيمبابوي فابيتش، وحصل التمثيلية كان بطلها الشهير الحكم الجابوني درامبا اللي كتب في تقريره إنه اضطر يستكمل المباراة خوفا من بطش الجماهير. لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي قررت إعادة المباراة في مدينة ليون الفرنسية، وحرمت مصر من الذهاب مباشرة للعب مباراة فاصلة مع منتخب الكاميرون اللي كان في حالة فنية أقل بكتير من منتخبنا. كتيبة الجوهري راحت فرنسا تمهيدا لإعادة المباراة اللي ضيعنا فيها أكتر من 6 أهداف محققة، وقبل نهاية المباراة بربع ساعة كانت فرصة العمر. ضربة حرة مباشرة لمصر من حدود منطقة جزاء منتخب زيمبابوي، بيتصدى لها أحمد الكاس وبيطلق صاروخ بيرتد من الحارس جروبيلر ومن القائم علشان تسقط الكرة على طبق من ذهب. يصرخ الكل وهلل بفرحة الهدف اللي كان أكيد لمنتخبنا، لكن مجد طلبة فاجئ الجميع، وبدل ما يلعب الكرة برجله في المرمى الخالي نزل براسه على الأرض ولعبها علشان تتهاوى خارج الشباك، ومعاها بتتبخر أحلام المصريين بالتأهل لمونديال أمريكا، وتبقى دي أشهر فرصة ضيعة في تاريخ الكرة المصرية. In Cairo, Zimbabwe in yellow play Egypt in a decisive African Group C qualifier. Sawa stuns the crowd of 120,000 when he gives the visitors the lead after just 5 minutes. Egypt need to beat Zimbabwe in order to reach the second qualifying round. They narrowly avoid a killer blow when Shabir recovers well to save at Peter Nlovu's feet. Egypt attempt to get back on terms and Grobelaar parries Marisour's cross. They're offered a lifeline when Fawzi Gamal is brought down for a penalty. And Akraf Kassim coolly equalizes. Spurred on by fervent support, Egypt launch into attack. Hossein Hassan scores the vital goal, which takes them into the next round and the chance of repeating their 1990 qualifying success.